مغامرات جراندي وفزاع. اي سبحان الله جراندي وفزاع. ايش بيك التجار؟ سبحان الله. السلام عليكم. الجوهرة أفاف أفاف. بونجور غراندي. بونجور فزاعة. كومون تاليفو؟ اي جو الي سور مون هامر. تبدلت الدنيا يا الغراندي يا صديقي. سيل فو بلي شعول فزاعة. قداش اليوم في الشهر؟ اليوم 13 جانفي 2070. لي جور فول فولمون. البارح تعديت على القنطرة نتاع سليانه لقيت ديز امريكا حارقين شدوهم غادي على الجراندي. ضربوهم؟ نو بيان سور. شنو ضربوهم؟ هزوهم الملاجئ واكلوهم وشربوهم وجابوا لهم شكون يعلمهم العربيه باش ينجموا يعيشوا معانا. الحقيقه فزيع انا ضد بقائهم معانا، اغلبهم ارهابيين يخوفوا بصراحه. نو جراندي نو، اخواتنا في الانسانيه، خليهم يعيشوا معانا. سينا جراف. شارينا فيه. خليها تطيح. شنو قلت؟ خليها تطيح. لاس تومبي. اسمع جراندي، البارح خذيت 5 كيلو لونغوستر، قلت خلي نعمل خبيزة باللونغوستر. عاد جيت تعشى بحذايا. ليه ما عادش نحب اللونغوستر انا. ما نحب ماذا بيا محمسة بالقديد. استغيبون الويكاند اللي فات في ذاك شو اسمه المنصف دونالد، الناس شادة الصف على المحمس بالقديد بالخيول العربية الأصيلة. دي سي تري بون اني، مش نورمال. شبيه طفيه هذا السيجار. امبورتي ما يصلحش. قلتك مش باهي الامبورتي، قلتك السلعة التونسية الأولى في العالم، وانت تاخذ في دخان كوبا جيشي باكوا. انكور ان بونوس 500 دينار. فلوس في التليفون ما عادش عارف شنو نعمل بيهم. من ديجا الشهرية متاع عندي عام ما نسيتهاش. الماء بلاش، الضوء بلاش، نركب بلاش، كله بلاش. ها دكتور، ها حالتهم تحسنت شي شوية. ما نحبش نكذب عليك يا سي جراندايزر، مازالوا عندهم الليجامون كروزيه في المخ، يعني واحنا قاعدين نعملوا في مجهود معاهم، وان شاء الله ربي يفرج. باك تعرف الصدمه قويه عليهم، ملي يتفرجوا فك الحوار نتاع سليم شيبوب وما في حال، وزيد احتفلوا بذكرى وفاه فرحات حشاد. تشوف في حالتهم تدخلوا في الحله. على كل حال يا حاج جراندايزر ما تقلقش، عندنا دكتور على مستوى عالمي من الكفاءه، تو نهزوه للعيادات نتاعه وظايف في شارع الحبيب بورقيبه. تي ان شاء الله تو يتفرد. والدكتور هذايا مبرز اسمه علي العريض. الجراندي تحس في روحك تفرهدت؟ لا الحمد لله. شو قال هو علي؟ شكون؟ لا تفرهدت، اموري 5 على 5. نروحوا. نفسعوا. سبحان الله. مغامرات جراندي وفزاع. اي سبحان الله جراندي وفزاع. ايش بيك التجار؟ سبحان الله. السلام عليكم. الجوهرة أفاف أفاف. نحب نحيي المستمعين من خرجهم من الروتين.